يقال عادة لا دخان بلا نار. هل هو يعني سبب عزوبيتك إجريس أن هناك طلاق والدين أو أحد الأخوات أو الأخوة؟ ما دفعك إنه تقرر تكوني عزباء؟ لا أبدا، يعني أنا من عائلة متماسكة وعائلة محافظة وبيئة مظبوطة. هذا الشيء ما خصه بالعزوبية، هذا خصه بقرار شخصي أنا أخذته. القرار الشخصي اللي أخذته بناء على تجارب بالحياة قطعت فيها، لقيت أنه ما في شيء بيوجب علي استعجل ارتبط بحدا، خاصة أنه قدرت أمنت حالي كبنت عزبة مستقلة ناحية الشغل، ناحية الحياة الاجتماعية، ناحية الأصدقاء، ناحية الاهتمام بالذات، حب الذات، الاهتمام بالطاقة الداخلية تبعيتي. ولاحظت أنه هذا الشيء انعكس إيجابا علي، يعني طورت أكثر بشغلي، طورت نفسيتي أكثر، صرت عندي حرية، وهذا شيء كتير مقدس بموضوع العزوبية. وقتها بيصير عندك هذه الحرية الشخصية بتستثمر فيها زيادة، بينعكس إيجابا على حياتك بكل معطياتها، كان شغل، كان سفر، كان حياة مادية، حتى بتتحسن بكل الظواهر بهذا الشيء.